وفي مدرسة الويلي، وعندي وحمة في ظهري، فكنت كل ما أبص في المراية كنت أتضايق. فكنت بتفرج على برامج الأستاذ طارق علام، فكنت بلاقي حالات زي حالاتي وكانت بتخف. فاتبسطت لقيت حل، فجيت بعت له على الماسنجر فرد عليا رد، فالنهارده بعت لي عشان اجي اكشف. كنت بروح ماما في مستشفيات كتيره، وبس ما كناش بنلاقي، كنا عملوا لي جراحه في ظهري بس شوايب ظهري. وتعبت ما قدرتش، وعملت لها كل الطرق، ان انا رحت عملت لها عياده عند دكتور الساعه ب 1000 جنيه بالليزر، ما جابتش نتيجة، بس نتيجة حلوة، بس قال لي تمام 1000 جنيه عشان عاملها لها في عيادة، وأنا ظروفي ما تسمحش. ففضلت أتابع البرنامج بتاع طارق علام، ربنا يبارك له يا رب، والله والله بدعي له في كل أذان، أقسم لك بالله. نفسي كل أملي إن بنتي تخف، ده جسمها كله متشوه، كل جسمها كده فيه الحتت دي اللي طالعة، اللي أنت شفت حضرتك شفتها. أنا بعتها للأستاذ طارق، بعتها لها والله، والمدرسة كانت بتخليها آخر الطابور عشان قال إيه هيحسبوا ده موعدي، بس هو ده والله ما موعدي ولا حاجة، إحنا بنستحمى بنفس الفوطة بتاعتها وكل حاجة، ما فيهاش أي حاجة. نفسيتي تعبت والله، والله ربنا يبارك له، يبارك له أستاذ طارق، ويجعله في ميزان حسنات في اللي بيعمله في بنتي. يعني لما بشوفها مع البنات كده، مع أصحابها كده وبتاع، نفسي تصعب عليا، يعني نفسي تبقى زيهم، نفسي نفسي بنتي تعيش حياتها زي صحابها وزي البنات كلهم والله. النهارده ان شاء الله هنبدا مرحله علاج دعاء. دعاء عندها 12 سنه، بتعاني من وحمه مشعره، وحمه سوداء مشعره، واخده مساحه كبيره تقريبا تلتين الظهر. دعاء كانت عملت عمليات قبل كده في مراحل سنيه مختلفه، لكن احنا ان شاء الله هنستكمل معاها بروتوكول العلاج. هنبدا ان شاء الله استئصال الوحمه ديت عن طريق ان احنا نزرع ممددات انسجه في ناحيتين من الظهر، في امل ان شاء الله الوصول الى ان احنا ناخد نعمل استئصال لجزء كبير من الوحمه، وربنا يسهل ان شاء الله ونبدا مع العلاج ونشوف النتيجه ان شاء الله مبكرا. ربنا يشفي دعاء واللي زيها ونستقبل كل الحالات. ابعتوا لنا على الخاص طارق علام تي في، بس على الخاص بعد اذنكم عشان دي حاجات خاصه جدا. ومعانا الدكتور ايمن الترامسي. استاذ دكتور ايمن اهلا بيك. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. ايوه كده، عاوزين نكمل بقى مشوار العلاج بالنسبه لهذه الحالات الصعبه، وبنتنا دعاء ربنا يشفيها يا رب. يا رب ان شاء الله، ودايما باذن الله تحت امركم طبعا. هتبدا عمليه دعاء امتى يا دكتور؟ ان شاء الله قريب، بس بنجهز دعاء طبعا الاجهزه بتاعتنا اللي هي ممددات الانسجه اللي احنا محتاجينها، وخلال اسبوعين باذن الله نبتدي ان شاء الله مرحله العلاج، بروتوكول العلاج بتاعها ان شاء الله. يعني مثلا في خلال اسبوع تكون بدات العمليه. هي عمليه بقى بتحط المشدات دي ولا ايه؟ الدعاء طبعا المشكله بتاعتنا ان هي عندها وحده مشعره شغله مساحه كبيره جدا من ظهرها. دلوقتي اتعملت عمليات قبل كده طبعا، بس يعني يعتبر العمليات بتاعتها ما كانتش مرضيه شويه، لكن احنا بالنسبه لنا ان اخذنا المقاسات بتاعتها، وان شاء الله نجيب الممددات. الممددات بنزرعها طبعا في الجزء السليم من الجلد، بحيث ان احنا نمدد الجلد السليم ونستبدل الجلد المصاب بالجلد الطبيعي اللي احنا هنعمله. طبعا العمليات دي مكلفه يا دكتور، عشان كده انا بحيي بيت الزكاه معاك وتعاونك برضو معانا، فنرجو ان الفترة الجاية لا يتوقف هذا الباب الطيب، الباب اللي نقول عليه يعني اعلى درجات الخير. انت لازم نتخيل انه فتاة ماشية بالمعاناة دي، وحضرتك برضو تعمل تحذير انه ده ممكن يتحول لحاجات صعبة، يعني الاهالي ما يسيبوش ده. طبعا هي المشكلة في الوحمات اللي هي زي النوع ده يا استاذ طارق، احنا بنعتبرها حاجة بري كانسر، يعني طبعا مش عايزين نخوف الناس طبعا، لكن احنا بنقول ان هي حاجات بري كانسر، يعني ان هي حاجات قبل ان هي تتحول طبعا لامراض مش كويسه. يعني دي ممكن تعمل مرض سرطاني، ربنا يكفينا الشر يعني. ممكن تعمل سرطان جلد. لا حول ولا قوه الا بالله.
عشان كده ده تحذير. انا بشكرك يا دكتور، بحييك النهارده وتحيات الفريق العمل وكل الاطباء اللي شاركونا، تحيات البيت الذكاء. اشكر حضرتك. نتواصل مع الدكتور ايمن الترمسي وبيت الذكاء، مجهود كبير جدا، عدد كبير من الحالات، كل اسبوع نقدم بعض الحالات، وكمان السمنه والفلاريا في محلات صعبه جدا. الحلقه الجايه نشوف نموذج هيبقى صعب.